فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل مقيم في الرياض يريد أن يحج متمتعا، وبعد تحلله من العمرة سيتوجه إلى جدة من أجل الالتحاق بالحملة التي سيذهب معها إلى الحج. سؤاله: من أين يكون إحرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ من المكان الذي ينطلق منه للحج، إذا كان من جدة يحرم من جدة. المكان الذي ينطلق منه للحج فإنه يحرم منه. نعم.